النهارده اعلن السفير بسام رضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه تولي المستشار احمد فهمي منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه خلفا له، وتمنى له التوفيق والنجاح. المستشار احمد فهمي كان تولى منصب المستشار السياسي لدى الامم المتحده بنيويورك في الولايات المتحده، وكمان تولى مسؤولية عدد من الملفات السياسية المهمة اللي كانت مطروحة والجمعية العامة للأمم المتحدة والجنهة الرئيسية، وكان عضو في اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة خلال الفترة من 2016 ل 2022. كل التوفيق طبعا للمستشار أحمد فهمي، وكل التوفيق في ما هو قادم. خير خلف لخير سلف.